هو ليه ممكن الصوره تطلع باهته مع انك مظبط مثلث التعريض؟ يعني مثلا انت بتصور صوره وحسيت ان الصوره باهتانه قوي مع انك ظابط مثلث التعريض كويس جدا، سواء فتحت عدسه او ايزو او شاتر سبيد، بس خليك فاهم ان في حاجه رابعه اسمها البيكتشر ستايل. لو انت بتصور جي بي جي، البيكتشر ستايل بتاعك لو مش مظبوط بشكل كويس جدا جدا هتلاقي الصوره بتاعتك باهتانه والكونتراست بتاعها مش مظبوط. فحاول تركز في انك تظبط البيكتشر ستايل مع مثلث التعريض، هيديك كواليتي عالي جدا جدا وهيفرق معاك في صورك وفي الوانك. وحاول لو انت بتصور سيشن مش بارتي انك تصور رو، الرو هيفرق معاك جدا جدا وهيطلع لك كواليتي رهيبه. بس كده صديقي، ما تنساش تتابعني عشان تشوف كل جديد.